مين قال انه نحن السوريين عرفنا النور الحقيقي، نور الشمس الحقيقي من 50 سنة لحتى اليوم؟ ما اختلف كثير الامر على اللي موجودين داخل المعتقلات او خارج المعتقلات، ضمن نظام امني ارعن ووحشي مصمم انه يحول البلد كله لقبر مفتوح ويقود مصير شعب كامل للمجهول. حدث باقدم عاصمة بالعالم، مواطنين منساقين على الموت بدون قرار محكمة، بدون قاضي، بدون فريق دفاع، وأصلا بدون تهمة. واللي آخذن على الموت حرمن حتى من إنن يعرفوا إنن رايحين يموتوا. اللي أخذن على الموت هو العسكر المكتوب على بدلته وطن شرف إخلاص، قتلن وصار يضحك. ألف معنى ورسالة بالفيديو المسرب عن مجزرة التضامن بمدينة دمشق، وعلينا إنه ما ننسى. ينسانا التاريخ إذا مننساكن شهداء بلد سوريا. رجيمك فاشيست وجدان ودميري وتجارتنا ديوارن نافچه وطاري زلمزور دادگهن بإنسانيت سفيل دندري سوري دا زلم وزوره ده انسان بقيمته برومته لهمبر ذهنيته في الرجيمه لهمبر فاشيست لهمبر زلم وزوره چقا زحمته انسان چقا زحمته انسان كاشي كشتنه بي بيكو تهري برداد كهك چقا زحمته انسان كانن انسان هم بكوجه انسانم دکاره بکوشه چقدر زحمته زحمتی وی شبر انسان دما بی قیمت به لبر وقوی رژیمه که رژیمه سوری لولاته که ناویوه سوریا انسان دزلم و زوره دایا شبر ویجی نه دادگه هیه نه انسانتی هیه نه ما فیلم روفانه هیه و نه عدالتی هیه. 50 سنة من نظام الاستبداد الأسدي، 50 سنة من العذابات السوريين، 50 سنة من سطوة الأمن والمخابرات على حياة السوريين، زادوا بال11 سنة الأخيرة المعتقلين، هذول اللي غصوا في بيت كل سوري وغصوا في كل بلد سوري وكل مدينة سورية وقرية سورية. اليوم هذول صرخاتهم في قلوبنا وصرخاتهم عم بتزلزل العالم كله. تعالوا شوفوا نظام الأسد وجرائم مجازر مقابر الجماعية. اليوم دعوة لكل العالم لتوقف مع الشعب السوري ضد نظام الاستبداد الأسدي لنخلص المعتقلين اللي هني أمانة في رقابنا وأمانة في أعناقنا وأمانة لثورتنا لتنتصر. لازم ننتصر لمعتقلينا.